خلود جايه تعمل مقلب في اختها وفاء. خلود كانت بتحذرنا ان وفاء بتلعب كاراتيه وانها لو اتحورت ممكن يكون في خسائر كتير. تعالوا نشوف خلود هتطلع قدها ولا مش قدها. كله موجود ما عدا البيتزا دي. ماشي؟ الحمام من كده على طول كده. اتعرف عليكي؟ خلود. خلود، اهلا يا خلود، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. اللي معاكي دي مين؟ دي اختي. اختك اسمها ايه؟ وفاء. وفاء. اوكي، احنا بنلعب لعبه اسمها قدها ولا مش قدها. تمام. بركب لك سماعه في ودنك وبقول لك على حاجات تعمليها. تمام. مهما كانت الحاجه دي غريبه لازم تنفذيها بالحرف الواحد وساعه ما اقول لك. اهم حاجه ما تضحكيش. وفاء ما تكتشفش انك بتعملي فيها مقلب وما تسكيش وتمشي. اوكي، دول الثلاث حاجات الرولز بتاعتنا. طب هي لو هي سابتني ومشيت انا دي انا احكمها ازاي؟ ملناش دعوه، لو سابتك ومشيت انت هتخسري، انت تحاولي تقنعيها انها تفضل قاعده. تمام. اي وقت حاسه ان انت مش قادره تكملي، هتتضربي، هيحصل حاجه، الموضوع هيقلب غم، اوقفي وقولي يا جماعه انا مش قدها. هنوقف الجيم في ساعتها وهنقول لها ان احنا كنا بنعمل فيها مقلب وهنقصها تنتهي. شكلها انها هتمرمط في الموضوع ده. قدها ولا مش قدها؟ ربنا يستر. نجرب. خلود هنبتدي دلوقتي المرحله الاولى من قدها ولا مش قدها. المرحله دي على 500 جنيه، هتسمعي كل اللي هقول لك عليه وتنفذيه زي ما بقوله بالظبط وفي ساعتها. اخترتي حاجه؟ لقيت حاجه. اندهي على الويتر لو سمحت. هو مش هيعبرك، مفيش مشاكل. ايوه فندم، بتنادي ايه ده؟ انا ديت على الويتر مفيش حد. مش قليل. وهو راجع برضه قولي له بعد اذنك. مش بعد اذنك. ده على الويتر تاني لو سمحت. في ميكروفون محطوط ورا اختك على الشمال. مش معقوله كده. هاتي الميكروفون ده وارجعي تاني اقعدي على الترابيزه. طيب دوسي على الزرار بتاع المسدس، امسكي بالمسدس وقولي له لو سمحت ما حدش جه شفنا نطلب ايه. لو سمحت ما حدش جه شفنا نطلب ايه. مش معقولة كده بقالنا 10 دقايق قاعدين. مش معقولة كده بقالنا 10 دقايق يا أستاذ. قولي لها تشربي إيه؟ تشربي إيه؟ تشربي إيه؟ أنتِ هتشربي إيه؟ قولي له إحنا جاهزين نطلب، في حد هيجي ياخد الطلب بتاعنا ولا أكمل ولا أكمل إزعاج في الميكروفون؟ لو سمحت إحنا جاهزين هنقوم نخرج دلوقتي، في حد هيجي ياخد الطلب ولا نقوم؟ مش قاعدين ننادي على حضرتك يعني؟ طب هو في حد بيمسك كده المايك بتاع المايك؟ طب انا اتكلمت عادي يعني، ما هو حضرتك مش سامعني ومطنشني خالص يعني. هو انا عمال اقول من فضلك حضرتك. انا ممكن اتكلم مع حضرتك بس؟ ممكن اتكلم حضرتك؟ يا استاذ احنا قعدنا ننادي عليك وحضرتك مش مركز معانا خالص. طيب فالحل بقى ان انتوا تروحوا عاملين كده يعني. الحل يعني ده اللي حضرتك يحصل؟ هو ده الحل. قولي له هو ده. هو ده الحل، هو ده اللي عندنا. انا ما مسكتش المايك. مش عاجبك هو ده الحل. مش عاجبك هو ده الحل. انا بقول لحضرتك وريني يا فندم مين هيجي ياخد منكم اوردر. خلاص يلا. طيب وانا بقى هفضل بقى للصبح اكلمك في المايك. طيب انا هفضل الصبح اكلمك في المايك واعمل لك ازعاج. لو وفاء طلبت اتنين شايف الميكروفون انت كسبتي 500 جنيه، معاكي 45 ثانيه تقنعيها. لو سمحتي يلا. لو سمحتي دي مساله دلوقتي. بصي مساله مين انت؟ لا لا لو بصي مساله عنده دلوقتي. اتفضلي اطلبي اتنين شايف الميكروفون. انا هحط اتفضل. لا لا اتفضلي اقعدي اطلبي اتنين شايف الميكروفون. يلا 30 ثانيه. يلا يلا يا لو سمحت عايزين اتنين شاي. نعم يا فندم، يعني انا بقول لحضرتك العقله والركزه وانا بشتكي لحضرتك تروحي برضه حضرتك تقول له ما هو الذوق مش نافع يعني اقلب على يعني على اللي ما هو الذوق مش نافع حضرتك. حضرتك احنا قلنا لحضرتك اتكلمي كل كلامها في الميكروفون. هي دلوقتي مساله عند من غير مايك مش نافع. بمايك برضه مش نافع. نعمل ايه؟ طيب ثانيه واحده. يبقى حضرتك تقولي لها تفهميها كده ان لا ان ده مكان محترم، انا ما يجيش حد يشتكيني. عيب عيب عيب. اتفضلي يا فندم ردي عليا. اتفضلي اتفضلي. لا 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 عادي ماما خلاص عادي. قومي قومي قولي له ما بيسمعوش اصلا. مش سامع. فوق ايه يا فندم؟ فين؟ عايز حضرتك بس شو مش سامع. اي انا الودي دي اتنين شاي. مش سامع. اتنين ايه؟ اتنين ايه؟ اتنين ايه؟ وقال هيترش اللي لقيت ايه؟ ايوه اهو معاكي معاكي واحد اتفضلي اهو صوابع اهي اتفضلي. اتنين ايه؟ اتنين ايه؟ اتنين يا فندم؟
لا كملي. لا انا مش هقدر اكمل. انا معايا، انا مش هقدر معايا، مش هقدر اكمل. لا 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 بصي انا مش هقدر معايا ولا انا. طب ممكن اشيل ده حضرتك ونرجع بقى؟ خلود برافو عليكي، انت كده عديتي المرحله الاولى، معاكي 500 جنيه تقدري تنسحبي دلوقتي وتاخدي ال 500 جنيه، او تقدري تكملي وتخشي ليفل 2 على 1000 جنيه. هتنسحبي ولا هتكملي؟ لو هتنسحبي قومي قولي انا مش قدها، لو ناويه تكملي قومي اقعدي مرتين. في ايه بس قوليلي؟ ايه اللي حصل؟ بصي انا هعمل لك ايه فيهم وسيبي الميكروفون على الترابيزه وقومي. بصي انا هعمل لك ايه فيهم؟ في ايه بالظبط؟ بصي انا هعمل لك ايه فيهم بس استني بس شويه. على ايدك، على ايدك اليمين في ترابيزه قدام شويه، في ترابيزه اللي كان عليها راجل وقام، على ايدك اليمين روحي عندها. شفنا خلود وهي بتعمل ازعاج في المكان، ودلوقتي هندخل مرحله الجد. امسكي حرف المفرش، واحد اتنين تلاته، هتشدي الترابيزه كسري كل اللي عليها. يا نهار اسود انت احتمال كبير تتضرب. اوكي بلعب كاراتيه. محدش يعدي غير انا اللي اقوله. وريني يا فندم مين هيجي ياخد من كوره. اتنين ايه؟ انا مش هقدر. واحد اتنين تلاته. ها عشان ترتاح بقى. برافو عليك، ارجعي اقعدي وقعديها. اتفضلي اقعدي. لا دلوقتي عمليه، بصي دلوقتي عند. اتفضلي اقعدي. زعقي فوق تقولي لها وفاء اقعدي على الكرسي. لو سمحتي اقعدي على الكرسي. هربيكي معاهم. هربيكي معاهم، اقعدي بقى. بصي شفتي؟ شايفه؟ شايفه؟ شايفه الناس دي بتيجي بايه؟ عشان تعرفي. ينفع حضرتك كده؟ ينفع؟ انا كنت جايب شاي بس بعد الحركه دي انا هرجعه. شوف دبت. قومي يا اخي بشاره ونور. لا شايفه الترابيزه اللي ورا اختك اللي قاعد عليها الولد؟ روحي عليها. اقعدي روحي عليها من الزاويه الثانيه. لا اقعدي لو سمحتي، اقعدي لما روحي من الناحيه الثانيه، لفي من الناحيه الثانيه. بصي الولد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. شدي المفرز زي التاني بالظبط وقلبي كل حاجه مالكيش دعوه. مساء الخير دلوقتي. بس يا كوكي ده مساله عندي دلوقتي. بس كسري انا هربيها. انا هربيكوا دلوقتي. ارجعي اقعدي على الترابيزه وقعدي وفاء. لو سمحتي يا وفاء اقعدي. بصي انا ما بحبش العند الا العند. هو انت طلبتي منه قبل ما تطلبي منه؟ ايه اللي تذوق؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي تذوق؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. ايه اللي تذوق دلوقتي؟ لو في اي حاجه انا هقول لك. اشرحي لي بقى حضرتك اللي حصل ده، اشرحي لي. هو انت بتكلمني ليه انا؟ ايوه انت ما هي انا ما اعرفش. حضرتك الكبيره، حضرتك الكبيره يعني المفروض يعني العقله. انا ما اعرفش قدام. انا بتكلم العقله. اوكي انا ما اعرفش. خلود مبروك، انت عديتي المرحله الثانيه كده، معاكي 1000 جنيه. دلوقتي تقدري تنسحبي وتوقفي تقولي انا مش قدها وتاخدي ال 1000 جنيه، او تكملي وتخشي المرحله الثالثه على 2000 جنيه. لو دخلتي المرحله الثالثه لازم تنفذي كل اللي هقول لك عليه، ولو ما نفذتيهوش هتخسري كل اللي فات. بصي هيجي لك شيك دلوقتي، هتقولي يا نهار اسود ايه ده، ما تجعجعيش بقى يعني، جيبي ورا كده وقولي ايه ده يا نهار اسود فندم. اول إيه ما ده اقلبي بقى، اقلبي فرحه بقى خالص. اوكي بلعب كاراتيه. انت عارفه جايبين الشيك بكام؟ كام؟ 750 جنيه بدل ازعاج وكسر العده. اوكي انت معاك فلوس؟ لا انا مش هدفع 750 جنيه. خلود انت اخترتي ان انت تكملي المرحله الثالثه. الطلب الاخير يا خلود ب 2000 جنيه. تقنعي وفاء ان انتوا تقوموا تجروا دلوقتي، تفلقوا تطلعوا على بره. في واحد واقف بادي جارد في السكه، هتنطوا من عند الكنبه اللي جنبيها وتطلعوا جري على بره. لو طلعتوا جري على بره انت ووفاء كسبتي 2000 جنيه. كده بقى الورطه بقت كبيره، لان الخسائر كانت كتيره جدا. يا ترى خلود هتطلع قدها ولا مش قدها؟ شوف لي هنا دي كده، محدش يعدي غير انا اللي اقول لك. بقول لك ايه؟ الواد البودي جارد اللي جنبك ده، بصي كده، بصي 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 ادي يخرب بيتك، بصي بصي احنا عايزين نفلق كده. بصي من عند الكنبه كده، هنا من عند الكنبه ننط ونبقى بره في ثواني. ثواني نبقى بره. تقدري؟ انا بشرح لو اقنعتيها بده. عارفه دي ما تلاقيش قدامك دقيقه. ها هتعرفي تنطي؟ قدامك دقيقه. يخرب بيتك هتعرفي لو عملته كده هتعرفي تنطي والله.
قدامكم دقيقه بسرعه يعني جري مره واحده لو مسكوكوا قبل ما تمسكوا في الباب انتوا حرين. لا انت هي كمان معاكي وفاء لازم تطلع معاكي وفاء لازم تطلع معاكي مش هتقدر لوحدها عشان يلعينيها وفاء ما طلعتش بعد اذنك فرج على الحلاوة حلاوة ألف ألف مبروك خلود وفاء خلود سبتي 2000 جنيه وطلعتي قدها بجد وكملتي اللعبه انا كنت عايز اكمل كان ممكن اكمل لو سمحت احنا جاهزين هنقوم نخرج دلوقتي وريني يا فندم مين هيجي ياخد منكم ايه اتنين ايه لا انا مش فاهمه انا نهار اسود انت هتعمل كده في الدرك اوكي بنلعب كاراتيه محدش يعدي غير انا اللي اقوله